في الأول وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخر وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. ولما نظر الفكر من ضرري الأوصاف المحمدية عنقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعدي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المطلوبة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه التوجه الآمل فتعبد الله ظافره على وجه عزته تحط الحلبة رجعا من الغيوظات الغامرة نتوجه إليك ليشرف الرسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع آمانتك وحفيظ سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأخبار في كل موضع من مواضع القرون ومظهر قاسم من ذلك في عبادك ساقي كؤوس إرشاد لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابك. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامك العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أبوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين غايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السائلين ولحبك وأبيه من المؤذن ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا فأطعمنا ببركته وشرف وجهته أولادنا والدينا وأهل خضرنا والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات طريق الدين من طريق جميع الأبطار وإنشورها معلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى المرسولة وكفل له المقربة المقلوب وقضي إلينا بمدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين واكفر شر المعتدين والظالمين الحق في جميع النواحي والأبطار وإيدهم من تأييد من عندك ونصر على معاندنا من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا في الحرس الزكي من الذنوب والخطايا وألمنا بالعمل بطاعتك وسلمي بخدمتك قائما إذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واخطف لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على أحد الأبد المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى ما أنت وصحبه من إلى من سوى أخر أعوانا الحمد لله رب العالمين.